مستمعونا الكرام، السلام عليكم. من إذاعة أموم الهند أكاشواني نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية. فمقدمات الأنباء: أولا، رئيس الوزراء سيد ناريندر مودي يقوم بجولة في فرنسا والإمارات العربية المتحدة. الدكتور إس جاي شنكر وزير الشؤون الخارجية يجري محادثات مع الأمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا الدكتور كاو كيم هورن، يناقش تطوير شراكة استراتيجية شاملة. وكوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد من منطقة بيونغ يونغ على المياه قبالة ساحلها الشرقي. يطلق المركز أكثر من 75 ألف مليون روبية إلى 22 ولاية للاستجابة للكوارث. إدارة الأرصاد الجوية الهندية تصدر تنبيهاً أحمراً للأمطار في ولاية البنغال الغربية وسكيم ليوم غد، تنبيهه باللون البرتقالي لدلهي حيث ينتهك نهر يمنى علامة الخطر. الأنباء بالتفاصيل: غادر رئيس الوزراء سيد ناريندر مودي صباح اليوم في جولة تشمل دولتين في فرنسا والإمارات العربية المتحدة. وفي المحطة الأولى من جولته يصل رئيس الوزراء إلى باريس بعد ظهر اليوم في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. سيكون ضيف الشرف في موكب يوم الباستيل غدا، حيث ستشارك فرقة من القوات المسلحة الهندية ثلاثية الخدمات. قال رئيس الوزراء سيد مودي في بيان مغادرته إنه يسافر إلى فرنسا بدعوة من صديقه السيد إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا. وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيارة خاصة بشكل خاص، حيث سينضم إلى الرئيس ماكرون للاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي أو الاحتفالات يوم الباستيل في باريس كضيف شرف. كما أكد السيد مودي أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية 25 لشراكتنا الاستراتيجية. وفي المحطة الثانية من زيارته سيزور رئيس الوزراء أبو ظبي في 15 يوليو، وسيجري محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. تتعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والإمارات العربية المتحدة بشكل مطرد، وستكون زيارة رئيس الوزراء فرصة لتحديد سبل المضي قدما في مجالات مختلفة مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المالية والدفاع والثقافة. وصل وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شنكر إلى جاكرتا اليوم في المحطة الأولى من زيارته التي تشمل دولتين إلى فرنسا وتايلاند. بدأ الدكتور جاي شنكر ارتباطاته بلقاء مع الأمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا الدكتور كاو كيم هورن، وناقش تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والآسيان. واقترح وزير الشؤون الخارجية إجراء حوارات بين الهند والآسيان في المجالات المالية والإلكترونية والبحرية، وأشاروا إلى العمل الجاري في مجالات الطاقة وإدارة الكوارث والصحة والآفية. اتفق الدكتور إس جاي شنكر والدكتور هورن على توسيع مشاركة المسار الثاني بين الهند والآسيان. قال وزير الشؤون الخارجية إن علاقتنا مع الآسيان مهدت الطريق لرؤية المحيطين الهندي والحادي، وبالتالي فإن الهند ملتزمة بشدة بمبدأ مركزية الآسيان. أكد رؤساء الأركان في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد من منطقة بيونغ يونغ على المياه قبالة ساحلها الشرقي. كما أبلغ الجيش الياباني عن الإطلاق، ويأتي الإطلاق بعد أن قدمت كوريا الشمالية شكاوى بشأن الأنشطة العسكرية الأمريكية. أصدر المركز اليوم 75 ألف مليون روبية إلى 22 ولايات للاستجابة للكوارث. وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية نشاط هطول أمطار غزيرة للغاية فوق شمال شرق الهند وسكيم غدا. من المحتمل أيضا أن يستمر نشاط هطول الأمطار الغزيرة فوق أتراخند وأترا براديش وغرب مديا براديش خلال اليومين المقبلين.
تم تنظيم مؤتمر الشراكة الهندية العربية السادس عام 2023 في مدينة نيودلهي اليوم، وقال سكرتير الشؤون الخارجية الدكتور أوساف سعيد إن الهند لديها علاقات قوية مع دول غرب آسيا والمنطقة، هي أكبر شريك تجاري للهند. وقال إن الإمارات كانت ثالث أكبر شريك تجاري، بينما كانت السعودية رابع أكبر شريك خلال العام المالي الماضي. وقال في حديثه عن مؤتمر الشراكة الهندية العربية السادس، قال الدكتور سعيد إن المؤتمر قدم منصة مفيدة لمجتمع الأعمال على الجانبين لاستكشاف آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وأشار إلى أهمية التعاون في مجال قطاع الطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر. وثل وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد في اف مورلي دهرن الى دمشق اليوم في زياره رسميه لسوريا تستغرق يومين. انتهت النشره وشكرا.